بفيديو اليوم راح نتكلم عن مستر بيست، واعتقد والله اعلم انه مستر بيست خبيث، يعني فيه خبث، مو خبز، خبث يعني مكار، او فيه شيء من عدم المصداقية بالفيديوهات اللي بيعملها. طيب كيف اكتشفت هذا الشيء أسامة؟ شو اللي خلاك تحكي هذا الموضوع؟ طبعا مو متأكد منه، بس أنا صراحة بحبه كتير لمستر بيست وبتابع له كل فيديوهاته. فمرة من المرات وأنا عم بتفرج على الفيديو لاحظت إنه هذا الفيديو مكرر، الشخص الموجود فيه كان بفيديو سابق يعني نزل من فترة ورجع جابه مرة ثانية، وهذا الشخص اسمه ماك. هذا خلوه هلا على جنب، بس أول شيء بدي أتكلم عن الثمنيلز تبعونه. على ما أعتقد هو بس عنده فيس واحد، أو هو روبوت دائما هيك، كل 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 صوره نفس الصورة هيك، ما بتتغير دائما. والشيء الثاني اللي عم بيستخدمه بالصور تبعونه على ما اعتقد يعني انه هو كليك بيت. كيف يعني كليك بيت؟ هلا في فيديوهين انا بس اللي راح احكي عنه لاني بخصوا هذا الفيديو اللي انا عم بتكلم عنه. اول فيديو راح اتكلم عنه اسمه World Most Dangerous Trap. لو ركزنا بهذا الثمنيل راح نلاقي انه مستر بيست او جيمي معلق على تخت ومربوط، وفوقه في منشار كاني راح ينشره بالنص او يقطعه بالنص. بس لما تدخل بهذا الفيديو ما حتلاقي هذا التراب او هذا الفخ، كلمه تراب بالعربي هو فخ، مو موجود. فهذا هو بحس الكليك بيت، لما تحط صورة تبع بالفيديو تبعك يعني بتخص شيء. حط صورة لامبورغيني، ادخل بالفيديو ما في شيء، عم بتكلم عن تيلا تابيز، طب وين اللامبورغيني؟ بس هيك حطيت انا شكله حلو وبتجيب متابعين. وعلى ما اعتقد هذا اللي عم بيستخدمه مستر بيست بالصور حاليا، يعني صار هيك يعمل هذا الشيء. هلا رح نرجع لهذا الشخص اللي اسمه ماك. ماك اجا بفيديو اللي كنت عم بحكي لكم عنه، اللي فيديو صورة المنشار، الثمنيل تبعه منشار. بهذا الفيديو رح نشوف انه مستر بيست جايب هذا الشخص اللي اسمه ماك وحاطه بمسابقات، وهي عبارة عن مثل فخوخ ولازم يطلع من هذا الفخ، وكل فخ بيفوزه راح ياخد عليه 100,000 دولار. والمشكلة كمان إذا خسر بأي تحدي، نفترض هنا 10 تحديات يعني 1,000,000 دولار، إذا وصل عند تحدي رقم 10 وخسر راح يخسر كل شيء، ما راح يطلع معه ولا درهم واحد يعني، أو ولا فلس. طيب لحد الآن الأمور طيبة أسامة، وين الخبث اللي عم تحكي لي عنه؟ استنى شوي يا صديقي. بالتحديات اللي موجودة هون مستر بيست عم بيستخدم ذكاء نوعا ما، وعم بيضغط على المتسابق بطريقة غير مباشرة، وأحيانا بطريقة مباشرة، ويمكن كمان وراء الكاميرا. كيف هذا الشيء اكتشفته واستنتجته أنا؟ من ردة فعل المتسابق اللي بتحسه متضايق من مستر بيست، إنه خلص ارحمني. أول فخ كان مستخدمه مستر بيست حاطه بصندوق حديدي، وفي حيطين عم بيسكروا على هذا الصندوق ولازم يطلع منه قبل ما يسكروا عليه ويموت. بس هو طبعا ما في من هالكلام، لانه الحيطين على فكره هدول مو حقيقيين، سي جي اي او معمولين يعني بالبرامج الاديت وطالعين هيك اشكالا، بس بالحقيقه ما هيك اشكالا ابدا، اشكالا عاديه تماما. فالمهم بيساعده مستر بيست وبيقول له لازم تعمل هيك لحتى تقدر تطلع، وبيقول له كيف تقريبا يطلع، وبطلع من اول تحدي وبيربح 100,000 دولار. هلا 100,000 دولار عند مستر بيست ما اعتقد انه مبلغ كبير، لانه ما بعرف دائما بيحط مبالغ اكبر من هيك، ملايين، بدخل بملايين، والست اب اللي عامله بيكلف ملايين كمان. بعدين راح ياخده على التحدي الثاني، والتحدي الثاني نوعا ما سهل راح يكون، لانه لو فازه كمان الامور طيبه لسه، بده اياه هو اصلا يفوز مشان يعمل فيديو، مشان يعمل محتوى عليه. فالمكان راح يكون عباره عن محل هيك طريق مستقيم، وراح يوصل هذاك المكان ويكبس الزر، وبعدين راح يطلع مثل اشعه ليزر، ولازم يتخطى اشعه الليزر وما يلمسه ولا واحد، لانه لو لمسه راح يسكر عليه الباب اللي راح يطلع منه. فبوصل عند اخر شيء وبيخلي الليزر يلمسه، بس بيمشي بسرعه وبيعدي الباب وبيفوز. بعدين راح ياخذه على التحدي رقم 3. التحدي رقم 3 راح يكون عباره عن في شنطه لازم ياخذها، واول ما يمسكه ويشيلها راح تطلع من وراه حجره صخريه، بس هو بالون بالاصل مو حجره صخريه، وراح تمشي وراه بسرعه، ولازم ياخذ هذا الكيس ويوصل لنهاية الطريق ويدخل جوا كمان بوابة قبل ما تدعسه الحجرة الصخرية هاي أو الحجرة هاي الموجودة اللي وراه اللي عم تلحقه. فكمان بياخذ الشنطة وبيمشي بسرعة وبيعدي، والأمور طيبة. لحد الآن التحديات نوعا ما بسيطة وسهلة. التحدي رقم 4 حسيته سهل كمان، كمان كأنه مستر بيست عم بيقول له فوزوا يلا، وهو عم بيستناه لمرحلة أو تحدي معين وعرفان إنه راح يخسر، يعني ما في أمل إنه يفوز فيه أبدا. فقال له ماشي، راح يركبه مثل بالون هيك مضغوط بالهواء يعني، وراح يكون جواته، ولازم يطلع على شغلات بتتحرك ويلف عليها ويوصل للنهاية ويفوز، وبقدر يعمل هذا الشيء وراح يفوز. تحدي رقم 4. تحدي رقم 5 راح يكون صعب نوعا ما. ليش راح يكون صعب؟ لأنه بيحتاج لياقة نفسية منيحة ولياقة بدنية كويسة، لأنك راح تدخل تحت المي وتفك القفل وترجع وتاخذ نفس مرة تانية، ولازم تعمل هذا الشيء بمدة زمنية معينة قبل ما توصل شنطة المصاري اللي قدر يجمعها اللي هي 500 دولار مفروض أو 400 دولار، وما تروح المكان وتحترق ويروح عليه كل شيء. فكان هون حاطط
مستر بيس انه 50% ينجح 50% ما ينجح. وقدر هون كمان ماكي خلص هذا التحدي ونجح وصار معاه $500,000. $500,000 هون نوعا ما صار المبلغ كبير على مستر بيست، فهون نوعا ما حس انه مستر بيست هذا الانسان خطر عليه، لازم ازيد عليه التحديات. الفخ رقم 6، حكى له مستر بيست للمتسابق اللي عنده راح يكون جدا سهل، صدقني ما تطلع اعمل هذا التحدي بعدين روح. صدق هون مستر بيست وما كذب عليه وراح على التحدي رقم 6. هو عباره عن انه يختار بين شوكولاته مستر بيست او شوكولاته تاني من نوع تاني، وبعدين قال له اذا اخترت تبعيتي راح تفوز، وبس كان هذا هو. بعدين هون اللقطه كان فيها شيء غريب انا استغربت منه حتى من ملامح وجه المتسابق. بالتحدي رقم 6 هو هون كان على باله انه بده يطلع، بس مستر بيست شكله كان ضاغط عليه من دون ما نشوف او ورا الكاميرا، وحتى قدام الكاميرا شفنا شويه ضغط عليه وطريقه لعب بمخه انه خلاه يدخل تحدي سهل جدا منشان يلعب بمخه ويروح على اللي بعده ويطمع باللي بعده. فراح نشوف انه بس وافق، هو كمان ما كان موافق، مستر بيست مد ايده على السريع وسلم عليه وخلص، يعني كانه حطه بامر الواقع انت حتروح على التحدي اللي بعده. بس هو يمكن كان اصلا ما بده يكمل، لاني اذا ركزتوا على ملامح وجهه واللي حكاه انا حسيت ما كان بده يكمل، لانه حكى له مستر بيست بعد هذا التحدي ما تضغط علي وما تخليني اعمل التحدي اللي بعده، فقال له خلص بوعدك ما راح اضغط عليك والامور طيب، اختار اللي انت بدك اياه، يعني بدك تكمل معنا او بدك تطلع. وبعدين راح تلاحظ انه ملامح الشاب هون المتسابق هيك كانه متضايق او كانه مغصوب يكمل المسابقه، فلما ياخده على التحدي رقم 7 راح يكون جدا صعب وجدا مخيف اصلا، ممكن انت تشوفوه سهل بس هو جد مخيف، راح ياخده على ارتفاع عالي، ولو ما تكون على ارتفاع عالي راح يكون عندك خلل بالتوازن، وهذا الشخص اصلا عنده فوبيا من الاماكن المرتفعه اصلا. كيف راح نعرف هالشيء؟ راح احكي لكم بالفيديو اللي جاي اللي حتكلم كمان عنه. راح يكون عنده كمان فوبيا من الارتفاعات او من المكان المرتفعه، فهو عرفان هذا الشيء وكان عنده احتماليه 90% انه راح يخسر. بس المتسابق كان جدا قوي صراحه وتحدى مستر بيس وفاز كمان التحدي رقم 7. بعدين راح نروح على التحدي رقم 8، والتحدي رقم 8 صراحه كان جدا صعب. التحدي رقم 8 كان الشخص على وشك انه يفوز خلص، ليش؟ لانه كان التحدي معروف والطريقه اللي انك تفوز فيها سهله جدا، لانه بنعرف الحل تبعه اللي هو مأخوذ من سكويد جيم، في حلوى وعلى اشكال معينه، نجمه، مظله، دائره، مثلث، وكيف انك تحلها؟ تمسك الابره والسر تبع انك تضل تلحسها لتطري المكان وبعدين تكسر اللي حواليها وتفوز. فهو شاف انه هذا المتسابق كمان شكله راح يفوز بهي اللعبه وراح ياخذ $800، والفيديو اصلا يعني ما طالع اللي بده اياه، يعني ما طالع الارباح اللي ممكن كان حاطه بباله، فلا لازم احلل الموضوع. شو عمل مستر بيس لما شاف انه عدى الاول والثاني والثالث؟ ضل رقم 3 اللي هي المظله، وبالتحدي الاخير حس انه مستر بيس انه المتسابق راح يفوز، فضغط عليه اكثر واعطاه بس 10 دقائق انه يحاول يفك اللي هي اصعب شيء المظله، بس بالبدايه كان حكي له انه ما في وقت. فهون كاني هو غير بالقوانين تبعون تحدياته، لانه مبلغ كبير يطلع ب 800,000، لا الفيديو لسه ما طالع المبلغ اللي حاطه بباله شكله، فحاول انه يضغط عليه بشتى الطرق، حط له تايمر وما حكى له انه التايمر اشتغل، ضل واقف فوقه وضل يحكي معه وضل يشتته كتير لحتى ما انضغط وانكسرت معه وخسر $800,000. فصراحة الشيء بيقهر كتير. طب يا أسامة انه وين المشكلة بهالموضوع؟ هو عبارة عن تحديات، المشكلة بالفيديو اللي بعده. الفيديو اللي بعده رح يكون الفيديو اللي قبل الأخير بقناة مستر بيست، رح تلاقوا انه رأسه موجود بمكعب زجاجي وجواته أفعى، ولما تدخل على هذا الفيديو ما حتلاقي هذا الشيء. مستر بيست خلاص ارحمنا يا أخي، يعني يا تعطينا شيء حقيقي يا ما تكذب علينا، فإنه هون في أفعى وجوع الآن رأس مستر بيست، وكله مستر بيست ما خصه بالتحديات، هو بس هيك مشرف على التحديات والملقي، يعني هو اللي بيحكي عن شو اللي عم بيصير، بس اللي عم بيعمل التحدي هو شخص تاني متسابق. بهذا الفيديو جاب نفس المتسابق مرة تانية ماك، لأنه شفق عليه وما ربح معه شيء، فقرر إنه يجيبه مرة تانية، عم بيحاول إنه يربحه، بس هو بالفعل ما عم بيحاول يربحه، هو حب إنه كيف عنده طمع والطمع دائما نهايته الفشل، فحب هي الشخصية فيه، فجابه مرة تانية على الفيديو تبعه لأنه شاف أداؤه حلو كان على الكاميرا وأموره طيبة وعم بيعمل جو، والفيو على فيديوهات هذا الشخص جدا مرتفعة، في كتير ناس صار يحكوا عن الفيديو تبعه صراحة وكيف خسر $800,000، لانه هذا الشيء يعني راح يطلع ترند، انه تخيل انت توصل لمبلغ او توصل لنهايه التحدي وتخسر عند اخر 10 دقائق. فعجبته الفكره وجابه مره تانية، هو جابه بس من شان يساعده، ويمكن
يمكن عن جد جابه مشان يساعده، بس والله أعلم هو جابه لأنه جاب عليه فيو عالي كتير. بس هالمرة بهذا الفيديو رح يكون فيه 6 تحديات، وأول تحدي إله شو عمل فيه؟ عطاه أول شيء أوي على السريع حطه بمكان مرتفع، وعنده فوبيا من الأماكن المرتفعة ماك. وهو كيف بيعرف هالشيء أو كيف عرفت هذا الشيء أنا؟ لأنه مستر بيس حكى إنه هو عنده فوبيا من الأماكن المرتفعة، وشفنا كمان مسك إيد مستر بيس لما صار يطلع هذا الشيء يرتفع لفوق، فخلاه يوقف على حافة المنصة وقال له نط من دون ما يكون رابط أي شيء حواليه وما بيعرف شو في تحت. فهو هون رح يقوي قلبه لأنه واثق ما حيقتله أكيد مستر بيس، ونط وفاز بأول تحدي. وبالتحدي رقم 2 رح يكون كمان جدا صعب، رح ياخده على منصة مرتفعة أو شاحنة رح ترفعه وهو جوا سيارة، ورح يزدوه جوا بركة مي كبيرة ورح تغوص السيارة. بس المشكلة وين؟ إنه الفلوس اللي رح يطالع من الشنطة رح يكمل فيها التحدي. يعني إن طالع 5 شنط كل شنطة فيها 100,000 رح تكون المسابقة على 500,000، إن طالع شنطتين رح تكون على 200,000. فهو يعني كان خبيث جدا كمان هون مستر بيس، لأنه في شنط كان مركب عليها حزام الأمان وما كان حكي له، فلما حاول يطالع قدر المستطاع من الشنط قدر يطالع بس 7، والشنطة الأخيرة ظلت علقانة بحزام الأمان وما قدر يطلعها، وقدر يطلع من هذا التحدي وراح على التحدي اللي بعده. التحدي رقم 4 عمل فيه نفس تحدي رقم 6، قال له في صندوق وحط إيدك جوا ولازم تعرف شو في جوا وتمسكه، وإذا قدرت تطالعه بإيدك راح تفوز وتكمل معانا بالمسابقة. فهو راح يكون بباله إنه ممكن في أفعى، ممكن في حشرات، أو ممكن في شيء مقرف جوا. فلما حط إيده جوا وطالع راح يكون في شوكولاتة كمان مستر بيس دعاية للشوكولاتة تبعيته، وكانت الأمور طيبة ولعب بمخه وفرجاه إنه الأمور لسه سهلة وعنده أمل إنه يفوز ويكمل بالتحديات تبعونه. مثل ما ملاحظين إنه هذا الفيديو الردم تبعه عالي جدا من التحديات، تحديات كتير قوية، لأنه عرف هذا الشخص إنه قوي وعم بقدر يخلص تحديات فرفع له الليفل. هون المتسابق اقترح فكرة على مستر بيس، قال له شو رأيك تعطيني 500,000 وأنا بنسحب وخلص؟ فمستر بيس قال له أكيد لا ما حاطيك. قال له طب شو رأيك 400,000؟ قال له كمان ما راح أعطيك. قال له طيب 350,000؟ قال له كمان ما راح أعطيك. هون كأني غصبه وقال له إنك ما عندك خيار ولازم تكمل معي. بس هذا الشيء لو استنتجنا فيه ليه بهاي المرحلة بس قرر يعمل هذا الشيء؟ لأنه عرفان بعد هالمرحلة اللي هي سهلة رح يكون في شيء صعب عليه، فاختار الطريق الأسهل وعرفان حاله إنه ممكن يخسر. فقال له طيب إنك يعني تعطيني مصاري وأطلع؟ فمستر بيس قال له لا، إنه يا حبيبي بدي الفيديو يكون أطول مشان يدخلي مصاري أكتر. طبعا نسيت أحكي لكم أول تحدي اللي كان بهذا الفيديو، وكان عبارة عن تحدي عناكب جوا تابوت، نسيت أحكي لكم إياه. ليه تذكرته هلأ؟ لأن التحدي اللي بعده رح يكون عبارة إنه يدفنوا تحت الأرض لمدة 24 ساعة، بس المشكلة ما رح يحكي له إنه كم ساعة أنت ضليت تحت، لازم يخمن من حاله إنه ضل 24 ساعة وبعدين يطلع. لو طلع قبل هالشي رح يخسر ويخسر كل شيء اللي ربحه، وبالفعل رح يفوز كمان. هون مستر بيس توهق قال أحا هذا الإنسان صراحة وحش، يعني شو أعمل معه؟ كيف أخسره؟ الطريقة جدا سهلة، أرجع أعمل له التحدي اللي خسر فيه مرة تانية بس أصعب له إياه بمراحل. رجع أعمل له نفس التحدي تبع سكويد جيم، والمشكلة وين كانت؟ إنه حط له وقت مو آخر شيء من البداية، فضغطه من البداية، يعني الموضوع جدا صعب عليه رح يكون. بس صراحة من شان نكون يعني كمان بصف مستر بيست، مستر بيست قبل ما يبدأ ويكمل معه هو كان هون يعني فكرته منيحة، قال شو رأيك أعطيك 300,000 دولار وتطلع وخلص بلا ما تكمل هون لأنك خسرت بهي المرحلة. فهداك هون طمع، وكان هو عرفان مستر بيست إنه هذا الشخص أصلا طماع ومبين عليه بالفيديو السابق، يعني إنه كيف طمع بالمصاري وما استسلم أبدا. فجرب معه قال له 300,000 ولا تكمل، قال له راح أكمل. فمستر بيست عرف إنه بهي المرحلة راح يخسر هذا المتسابق، أول شيء لأنه ضغطه من البداية حكى له ما عندك وقت كتير، عندك نص ساعة تقريبا لتخلص هاي المرحلة، وفي شيء ممكن ما بدي أظلمه لمستر بيست إنه يكون ممكن لعبان بالكوكيز هدول ويكون أصلا مخرب واحدة منن، يعني لازم تكون جدا حذر معاها لا تخرب معك، لأنه صراحة حيطلع بمبلغ كبير معه. فبس ما بدي أظلمه، ما أعتقد في هذا الشيء، بس قرأت بالكومنتات إنه مستر بيست كان مخرب النجمة للنجمة لأنه هو خسر عند النجمة، والمتسابق كان جدا غبي ومتحمس كتير وعم بيحاول إنه يخلص أول 3 بسرعة وياخذ كل وقته بالأخيرة اللي خسر عنده. بس هو ما خسر بالأخيرة، خسر بقبل الأخيرة النجمة اللي مفروض نوعا ما تكون سهلة وخسر، وخلى المتسابق يجي عنده مرتين ويخسر وهيك يطلع بلوش الزلمة ما معه ولا شيء وبس. يعني أنا بهدول الفيديوهين حسيت أنه مستر بيس استغل هذا الرجل أعلى أنواع الاستغلال، بس كمان المتسابق كان طماع جدا. فأنتوا شو رأيكم لما تفرجتوا على هذا الفيديو؟ هل تتوقعوا المشكلة كانت بمستر بيس وموضوع الكليك بيتس اللي بيحطهم بالثمنيلز تبعونه؟ لأنه بس واحد أحسه هيك بيستخدم كليك بيتس كتير همه المصاري والمشاهدات. فهون أنتوا شو رأيكم؟ هل مستر بيس هو كان عم بيضغط عليه وعم بيلعب دور خبيث جدا بالفيديوهات تبعونه مع
هذا الرجل بالذات، أو أنه الرجل كان طماع ويستاهل وعرض عليه مستر بيست 300 ألف وما طلع فيه. فأنتوا شو رأيكم؟ هل حسيتوا نفس الإحساس اللي وصلني أنه مستر بيست ضغط على هذا الرجل كتير، وحتى ملامحه كانت مو طبيعية بالفيديو وببعض اللقطات، وما كان بده يكمل وعم بيحكي لمستر بيست أنه لا تضغط علي وخليني أطلع لعند هون ولا لا؟ فبس لعند هون نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إذا عندك أي مقترحات، عندك أي شيء، شاركني إياه تحت بالكومنت أو تعال عندي على الانستغرام. وشيء تاني، إذا بدك تكون من يعني الداعمين المميزين عندي جدا، في عندي اشتراكات بالقناة، رح يكون في 3 اشتراكات، كل واحد فيهم رح يعطيك ميزة خاصة. فروح وشوف الاشتراكات واختار اللي بدك إياه، وبهالطريقة رح تكون داعمني. وبنهاية كل فيديو رح أحط أسماء الداعمين عندي، وشكرا لكم كمان. عندي هلأ 2 اشتركوا بالقناة، شكرا لكم كمان صراحة على الدعم اللي عم تعملوا لي. رح يكون دائما لكم الأولوية اني ارد عليكم بالكومنتات، احكي معاكم اي شيء بدكم اياه، حسب طبعا الاشتراك. الطريقة اللي تشتركوا فيها مو من التليفون، لازم تكونوا داخلين من الكمبيوتر. وبس لعند هون بكون انتهى هذا الفيديو، اشوفكم بالفيديو الثاني، الى اللقاء.